أنهى اتحاد الكرة اتفاقه على مواجهة المنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر لمنتخب بلجيكا وديا نهاية شهر مايو المقبل في إطار الإعداد لكأس العالم بروسيا 2018. ومن المقرر أن تقام ودية مصر وبلجيكا في شهر مايو المقبل بالنمسا. كما أنهى اتحاد الكرة الاتفاق مع منتخب الكويت في شهر مايو أو يونيو، حيث يتوقف تحديد موعدها النهائي على موعد ودية أورغواي. كما يتم الاتفاق على ودية ثالثة بين كولومبيا أو بيلاروسيا أو باراغواي أو تشيلي.